هذا الفيديو راح اقول لكم ثلاثة خطوات يمديك تحفظ من خلالها القوالب بطريقة خرافية. اول ما تجي لك السؤال تدمر الكتابة. الله وبركاته، معكم عبد الرحمن الحجازي، واليوم في هذا الفيديو راح اتكلم القوالب، تكلمت عنها ونشرتها وكلكم عارفين عنها، لكن كيف نحفظها بطريقة جدا ممتازة؟ لانه في طرق ممكن تحفظها، انك قراية ممكن تحفظها. فعبد الرحمن، ايش افضل طريقة وايش افضل وقت انك يمديك انك تحفظ من خلاله هذا القوالب؟ الخطوة الاولى، جيب القالب سواء كان المهمة الأولى أو المهمة الثانية، وانقل القالب بخط يدك وانت قاعد تنقل، يعني القالب قدامك، وتجيب ورقة تقولها مرة واحدة، بعدين تقول المرة الثانية، وبعدين تفهمها كويس. الكلمات الصعبة افهمها كويس، اعرف هذه الكلمة ايش معناها وايش قصها وايش هدفها في هذه الكتابة. الخطوة الثانية هي انك تجيب القالب قدامك وتحل، والقالب قدامك انك تنقل منها، يعني ما عندك حفظ، ما في شيء اسمه حفظ. عندك قالب قدامك وعندك السؤال، تحل السؤال زي كأنك تحل سؤال عادي في الاختبار، لكن وانت قاعد تنقل فتحل هذا السؤال مرتين، سواء كان تاسك 1 تاسك 2. فزي هذه الخطوه تكررها مرتين، يعني تحل سؤالين بهذه الطريقه. الخطوه الثالثه والاخيره واللي بعدها راح تختم حفظ القوالب، انه تقفل القالب، يعني القالب ما يكون قدامك، كل شيء تحاول انك تتذكر الاربع كتابات اللي كتبتها اول، وتحل سؤال واقعي او سؤالين واقعيين بهذه الطريقه، يعني تحل سؤالين بدون ما يكون القالب قدامك. واذا انك نسيت او تلخبط، ارجع القالب افتحه شوفه، شوف فين نسيت او فين ما كملت، واستخدمه وكمل بهذه الطريقه. اذا حليت سؤالين بهذه الطريقه راح تكون خلصت الخطوه الثالثه، وبالتالي راح يكون انك كتبت القالب نفسه 6 مرات. هذا معناه انه راح يكون القالب عندك جدا جدا راسخ في ذهنك، وهذه الخطوه تقدر تسويها في ساعتين و3 ساعات، ويمديك تاخذ الدرجه اللي انت تتمناها في قسم الكتابه. اتمنى انه عجبكم الفيديو، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي بعده. طبعا لا تحد، ما ابغى انه انت تحس انه قالت شيء صعب، اتمنى ابسط لك الموضوع، وهذا اللي قاعد اسويه خلال هذه الفيديوهات. اذا كان عندك اي تعليقات او اي حاجه انا راح اكون معك وراح اساعدك قد ما اقدر. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعده، مع السلامه.